هكذا اعتدت أن أتفاعل مع المباريات في كرة القدم، تجربة مختلفة بالنسبة لي في هذه المرة مع رياضة جديدة. من هنا في بطولة السعودية الدولية للغولف على ملاعب نادي رويال جرينز، نحن وإياكم في تجربة جديدة، ندعوكم للاستمتاع معنا. من قلب الحدث ومن على عربة الغولف، دعونا نستمتع وإياكم بهذه الأجواء الجميلة. سنذهب للتعليق على بعض اللقطات الرائعة في هذه اللعبة. من أصعب الأماكن في الغولف حفرة 16 من مسافة 180 ياردة، هنا اختبار النجوم، هنا القدرة على أن تفعلها في مرة واحدة وتكسب جائزة سيارة. هل يفعلها في هذه المرة؟ ضربة يا إلهي، في أجواء كبيرة ورائعة جدا كما نلاحظ مشاهدينا الكرام، في انتظار لعبة من أحد نجوم الغولف، في انتظار ماذا يمكن أن يقدم. بوم، الله يا ولد، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ في انتظار هذه الضربة، تركيز عالي، محاولة للوصول إلى الهدف، حالة من الترقب والانتظار. بوم، في الحقيقة اكتشفنا أشياء رائعة جدا في هذه اللعبة، في قوانينها، في روعتها، في التنافس بين النجوم. هذه ضربة جديدة من أجل الوصول للهدف، لكنها جاءت بعيدة، ثم ترقب إلى من على ضفاف البحر الأحمر. لا يفوتك شيء، شوف الأجواء، شوف الروعة، شوف التنافس. نحن وإياكم نترقب هذا اليوم الكبير في بطولة السعودية الدولية للغولف. يا لها من أجواء، لا يفوتك شيء. أي ضربة تنتظرنا؟ ترقب وانتظار. لعبتك يا معلم، لعبتك يا معلم. في انتظار هذه الضربة قوية. هذه بمثابة بنالتي في مباراة نهائية. هذه لحظة مهمة وضربة قوية. يا عيني يا عيني، روعة روعة روعة. مع نجمنا وبطلنا السعودي سعود الشريف في هذه المحاولة، لعبتك يا كابتن، يا حريف، حطها. الله يا سعود، روعة روعة روعة. نجمنا وبطلنا السعودي فيصل سلهب سينتظر الجميع هذه الضربة. العب يا كابتن، مثل شعارك ولك الشرف. هذا الكل ينتظر هذه اللقطة، حطها فيصل. أوه، تكة عثمان يا فنان، هذه لعبتك يا ولد. انتظار، ترقب، حطها. يا الله، يلا كابتن فهد، فهد العتيبي قاعد يجهز الضربة، بإذن الله تدخل. عطها ضربة مرة ثانية، عطها ضربة وحطها فهد. هكذا سيداتي وسادتي استمتعنا مع حضراتكم في هذه الأجواء الرائعة جدا من بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة. رياضة الغولف قد لا تعرف عنها الكثير، لكن عندما تتابعها وحماسها وجمالها ستستمتع جدا بهذه الرياضة. ندعوكم لمتابعة هذه البطولة، لا يفوتك شيء.